بيضاء 13 راس تنطلق من علامة 1200 متر في ثاني أشواط الحفل الخامس. ها هي الاندفاع للشوط الخيل التي ربحت من سباق وحتى سباقين. هنا السباق يبدأ بتصدر مقتحم بشعر الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح مع محمد الحبيل، ينطلق بكل سرعة إلى المركز الأول. فرز الوغى القادم من أمريكا بشعر اسطبل العرب ابن ماستري مع مهند النصار يطارد في ثاني المراكز. تشايكوفسكي ابن بتدبرث بشعر الأحمر يأتي في ثالث المراكز. لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز يقود نواف المضياني، فيما واريور سيد ابن مانينجز بشعار سمو الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز مع لويس موراليس يندفع من الخارج مع أجودي الأعلى تصنيف في هذا الشوط. ابن داتش آرت بشعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح من الخارج ولا زال مقتحم، ينطلق إلى المركز الأول. هل يسحب إيقاع الشوط أم يذهب إلى الانتصار المخصص لمقتحم الانتصار الثاني؟ هنا مقتحم وأجودي شعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح يحاول السيطرة في هذا الشوط، فيما الاندفاع من فاردن بقيادة فهد الفريدي من الخارج يندفع بكل قوة لناصر مطلق بن عويمر. فاردن في هذه اللحظات بطلا لثاني الأشواط، فاردن يضيف الفوز الثاني في سجله السباقي من المشاركة الثالثة له في السباقات. فاردن البالغ تصنيفه 71 صاحب الانتصار في سجله السباقي.